قرارات وزارة الأعمال. سيدات السادة، نضال باسمه وجميل مقامه، السلام عليكم وعلي والبحث العلمي، السيد رئيس الديوان، طلبة الأجانب الراغبين في الدراسة بالجزائر ميزة خدمة هذه. نلتقي في هذا اليوم من أجل أن نجعل من كل يوم اثنين آخر اثنين من كل شهر لانش داي أو يوم إطلاق المنصات الرقمية تتويجاً وتجسيداً للمخطط الرئيسي الرقمي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. في هذا لانش داي لهذا اليوم سنعطي إشارة انطلاق لتسعة منصات رقمية. المنصات الرقمية والتي عددها في البرنامج أو في المخطط الرئيسي الرقمي 42 فيما يخص الحياة البيداغوجية والبحثية، وأربعة فيما يخص حياة الطالب في مجال الخدمات الجامعية، سننتهي من إنجازها إن شاء الله قبل نهاية جوان 2023.